السلام عليكم، معاكم اليوم عمارة وكابتن المارات. اليوم عدنا مقطع جديد يا جماعة، فاليوم يا جماعة خلصنا من الدور، يعني طبعا من ممكن 3 أيام وربع خلصنا من الدور الأول، دور مجموعات من كأس العرب يا جماعة، بتأهل منتخبنا يا جماعة إلى الدور الثمانية. فاليوم من تسجيل هذه الحلقة، في يوم تسجيل هذه الحلقة يا جماعة، منتخبنا بيلعب ضد قطر. إن شاء الله نفوز يا جماعة، إن شاء الله نتأهل إلى دور الأربعة. هالشيء اللي نبغاه، إن شاء الله ننتقم من المنتخب القطري. يا اليوم يا جماعة بنتوقع منو بيتأهل من الدور الثمانية من بين المنتخبات الثمانية. عدوا على يدي قطر، الإمارات، تونس، عمان، والجزائر والمغرب، وفي الأخير عندنا الأردن ومصر. فهم هذه لهم المنتخبات الثمانية. وخلنا نرجع قبل 7 شهور عشان نشوف شو كانت توقعاتي لدور المجموعات. في المجموعة الأولى توقعت أن قطر والعراق يتأهلون. قطر تأهلوا 9 من 9، فازوا في 3 مباريات، وأما المنتخب العراقي ما تأهل، يعني كان ثالث المجموعة. عمان فازوا في مباراتهم الثالثة وتأهلوا وخذوا البطاقة الثانية. فمن المجموعة الثانية كانت تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا. تونس والإمارات خذوا البطاقتين نفس ما أنا توقعت. والمجموعة الثالثة كانت المغرب والسعودية، المغرب والسعودية والأردن وفلسطين. المغرب والأردن هم اللي أخذوا البطاقتين. ما حد قال يعني كيف عرف قبل 7 شهور من بداية البطولة أن السعودية بيلعبون بالرديف؟ يعني عشان شيء السعودية لعبوا منتخب مو منتخب من الأول، عشان شيء هم ما تأهلوا. يعني أكيد يعني من قبل ما تبدأ البطولة ب7 شهور كل حد كان بيتوقع أن السعودية تتأهل، بس السعودية ما تأهلوا لأنهم لعبوا بالرديف بكل اختصار. أيضا المجموعة الرابعة كانت فيها الجزائر ومصر ولبنان والسودان، فتأهلوا منها الجزائر ومصر مثل ما أنا توقعت. فحاليا خلنا نبدأ في توقعاتي. طبعا اليوم يا جماعة بدأت توقع دور الثمانية ودور الأربعة والنهائي. اليوم بدأت توقع منو بيفوز بكأس العالم. يلا اوكي، عدنا المباراة الاولى لليوم، عدنا تونس ضد المنتخب العماني. هاي اول مباراة اليوم بتكون الساعة 7 بتوقيتنا اتوقع، 7 و8 اتوقع ان بتكون الساعة 8، ونحن مباراتنا بتكون الساعة 11 بتوقيتنا. حرفين بتكون مباراتنا الساعة 11 بتوقيت الامارات، فاتوقع ان الوقت شوي متأخر حق مباراتنا ضد قطر، اتوقع بتعتبر عندهم الساعة 9. فهم يعني منتخب التونسي ضد المنتخب العماني، هاي مباراة اكيد يعني اشوف انه ممكن منتخب التونسي بياخذها، مع ان منتخب عمان منتخب عنيد. منتخب تونس فازوا على منتخب الامارات في المباراة الثالثة بصعوبة، وخسروا من المنتخب السوري 2-0 في دور المجموعات. هاي المباراة انا لين الحين مو فاهم كيف سوريا فازوا فيها يعني، بس سوريا هم فازوا على تونس، خسروا من موريتانيا. لا تسألوني كيف، بس هاي البطاقة أعطيها للمنتخب التونسي. فعندنا المباراة الثانية اللي هي بتكون مباراة اليوم، قطر ضد الإمارات. قطر ضد الإمارات بالنسبة لي أنا أشوفها مباراة صعبة أتوقع، لأن أنا أكيد أنا إماراتي وقلبي يقول الإمارات، بس بالنسبة لي يعني منتخب قطر فنيا نشوفه افضل منه، بس انا ما اقدر اتوقع هذه المباراه، لان بكل اختصار يعني منتخبنا كان يلعب بشكل جيد في البطوله، ومنتخب قطر مو بنفسه هو المنتخب اللي حقق بطوله كاس اسيا. وايضا يعني قطر منتخب كان عنده تجارب في اوروبا وامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. فبالنسبه لي يعني اشوف ان جوده اللاعبين القطريين احسن من جودة لاعبين منتخبنا. فأنا للاسف بس بطل هذه البطاقة قطر الى نص النهائي. عندنا مباراة ثالثة اللي بتكون باكر
ما صار ضد الأردن. الأردن اللي خطفوا بطاقة التأهل الثانية بعد فوزين كانوا على فلسطين والمنتخب السعودي، فاز على السعودية 1-0 وفاز على فلسطين 5-1. فمنتخب الأردن يعتبر منتخب جيد، منتخب عنيد، نفس منتخب عمان. فبالنسبة لي المنتخب الأردني وتأهل من هذه المجموعة، مجموعة ما كانت وايد صعبة. ف يا المنتخب هذا كلام عن المنتخب الأردني. والمنتخب المصري مقدم أداء ممتاز في البطولة، متعادل مع واحد من المرشحين لهذه البطولة اللي هو الجزائر. ف يا بالنسبة لي مصر فازوا في مباراتهم الأولى ضد لبنان 1-0، بعدين فازوا على السودان 5. و فهمي أعطي هذه البطولة، هذه البطاقة مصر إلى نص النهائي. فعندنا آخر مباراة المغرب، آخر مباراة من دور ربع النهائي هي المغرب والجزائر. المغرب والجزائر هذه مباراة جدا جدا صعبة. أنا أعطيكم من الآخر إن اللي بيفوز في هذه المباراة هو اللي بياخذ كأس العالم، هو اللي بياخذ كأس العالم بالنسبة لي. يعني المنتخب المغربي ضد المنتخب الجزائري بالنسبة لي مباراة جدا جدا صعبة أتوقع، بس أنا بعطيها المغرب للسبب، لأن السبب هذا لأن المغرب حرفيا يعني المغرب منتخب المحلي يعتبر ممتاز. المغرب حصلوا 9 من 9 في مجموعتهم، 9 نقاط، 3 فوز. أما الجزائر حصلوا 2 فوز وتعادل، مع إنه يعني أتوقع مجموعة المغرب ممكن كانت أسهل من مجموعة الجزائر، بحيث إنها كان فيها مصر. ف يا صراحة بالنسبة لي أنا أعطي بطاقة قلت لكم أعطيها للمغرب، أدلك للجزائر. فان يا جزائر منتخب المغرب إلى نص النهائي. فنص النهائيين الاثنين اللي عندنا الجزائر ضد قطر، أو مو الجزائر، الجزائر طلعناهم. أوكي، عندنا المغرب ضد قطر وتونس ضد مصر. يعني ما ممكن يكون في منتخب خليجي واحد يعني بيكون في الربع النهائي، أو ممكن يكونون 2 إذا عمان سوت مفاجأة. فيا الحين خلينا نشوف. بالنسبة لي المنتخب القطري ما بيوصل النهائي، المنتخب المغربي هو اللي بيوصل النهائي. منتخب المغرب هو أقوى من المنتخب القطري، لأن يعني تعرفون منتخب المغرب منتخب غني عن التعريف، منتخب قوي، منتخب عنده عناصر مميزة. فبالنسبة لي المغرب في نهائي كأس العرب. فخلينا نروح للصوب الثاني، تونس ضد مصر. هالمباراة صعبة التوقع، لأن تونس يعني تعرفون هي خسرت من المنتخب السوري. بالنسبة لي نحن قدم منتخبنا قدم مباراة جدا جيدة ضد المنتخب التونسي، وكنا مفروض نطلع من المباراة هذه بتعادل. بس منتخب التونسي يعتبر منتخب ممتاز، وأيضا المنتخب المصري يعتبر منتخب ممتاز أيضا. بس مع ذلك أنا بعطي هذه البطاقة للمنتخب المصري، لأن المنتخب المصري هو تعادل ضد الجزائر اللي هم من أفضل المنتخبات في البطولة. فكذي يكون عندنا النهائي بين المغرب ومصر. وبالنسبة لي يعني تبغى أتوقع هذه المباراة، هاي المباراة صح ممكن تكون صعبة، بس بالنسبة لي المغرب هم اللي بيفوزون بالبطولة. المغرب هم بيكونون على حسب توقعاتي هم أبطال لكأس العرب في 2021 في فيفا كأس العرب، أول بطولة عربية تحت مظلة الفيفا، والبطولة اللي هي مونديال العرب قبل المونديال العالمي بسنة كاملة. فأشوف مبروك للمنتخب المغربي على توقعاتي انهم بيفوزون بالبطولة. فانا تمنياتي ان شاء الله يعني منتخبنا ممكن يفوز بالبطولة، لان حتى لو انا ما اتوقع هالشيء ممكن يصير، ولا حتى ممكن 1%، بس ان شاء الله ان شاء الله يصير اللي نحن نباه. بالنسبة لي توقعاتي تقول ان المغرب بيفوز بالبطولة. يا إذا سألتني شو أتوقع منو أتوقع يفوز بالبطولة بقول المغرب.
انتو يا جماعة اكتبوا الحين في الكومنتات منو تتوقعوني يفوز في مباراة منتخبنا ضد قطر، وايضا اكتبوا توقعاتكم منو اللي بيفوز بكأس العرب يا جماعة. فأتمنى انكم استمتعتوا بهالفيديو. كان معكم كابتن الامارات عمر. لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. مع السلامة شباب.